ألف مبروك. شكرا شكرا لكم. شكرا شكرا بتشكركم. شو هاد جميل؟ شو هالأناقة؟ من اليوم ورايح بدكم تصيروا تنادوا لي دائما جميل الأنيق. اي مثل ما بدك. وصل الكيف؟ اي وصل. لنشو؟ ايه حلو كتير. شو ما فيك تقدمه بلا كيك؟ يعني بالأخير سمعت كلام فكري. شو بدي أعمل يعني؟ قال لي إنه البنت حلمة ينعرض عليها الزواج بهذا الشكل وأنا سمعت منه. أساساً أنا ما بقدر أحكي بهيك شغلات، كتير بخجل من القصة. لا تضغط علي. هون ايه حلو كتير. طيب أنا هلأ رايح، ادعي لي أحمد. ايه ايه موفق، بتمنى لك حظ سعيد. يا الله دخيلك لميس. انا اسف كتير، لا تواخذيني، جيت مشان عزيزه هي موجوده. لا راحوا لعند احمد على البيت. شوفي ليكي، انا اشتريت الكيك واشتريت الخاتم معه وحطيته بقلب الكيك مشان عزيزه، بدي اعمل لها مفاجاه يعني، فهمتي علي؟ حلو، بس هن هلا عند احمد بالبيت، روح لعند اذا بدك. تمام تمام ايه تمام ايه رايح. انا اسف. ايه ولا يهمك، خلص ما صار شيء. انا بعتذر. اسف. يلا مع السلامه جميل. شو هالحظ، مو معقول. طيب عزيزه شو عم تعمل عند احمد بهذا الوقت هلا؟ يعني مجبور روح لهنيك. هذا جميل عم يتصل فيني. أهلين جميل. ألو، يعطيك العافية عزيزة. سألت عليكي بالبيت، قالوا لي أنت عند أحمد مو؟ كنت عم أقول إذا فيني أجي لعندكم. إيه طبعاً، قصدي لا، نحن مو عند أحمد بالبيت، أنا أخذت الولاد وأجينا على مطعم نجيب. يعني إذا فيك تجي. تعال. إيه منيح منيح كتير. طيب أنا جاي لعندكم. تمام، نحن هون عم نستناك لكان. جميل جاي لهون يا أولاد. شو عم تحطي انتي؟ شو هاد؟ كريم لحب الشباب. ولشو الكريم حبيبتي؟ ما وشكم نظيف وبياخد العقل، ليش عم تحطوا مصاري عليه وما خبرتوني حتى؟ بس نحن ما دفعنا مصاري حقه. ولو ما بيصير تحطوا منه. شو جميل جاي لهون هلأ عزيزة؟ شغلي هاد عزيزة. شو هاد؟ يا ترى لميس معلقته هون؟ عن جد ما بعرف من وين بيشتغل هذا الضوء. استنى ليجي جميل وبيشغله. تعال اقعد حبيبي. اوفا. الو بدر، وينك لهلا؟ برد الاكل يا روحي. رح اجي يا روحي، بس انفجر انبوب بالمطعم لهيك تاخرت. كيف؟ طيب فيك تيجي وتشوفي؟ طبعا انا جاي فورا. اوعك تطلع جاي. وجبت هدول كمان، أنا شو بدي أقول عنك هلأ؟ والله قول شو ما بدك. أهلا وسهلا فيكم. مرحبا. أهلين. أهلا وسهلا. تفضلوا. شو كل الفرقة موجودة هون؟ بدنا ننحصر شوي، بس دبروا حالكم. يلا طلعنا كلياتنا. يلا تمام. امشي خلصنا. يلا هاي شي. يلا مرتضى. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.